أنواع dimensions. نبسط مجموعة أوامر. Annotate. يوجد عدة أنواع لل dimensions. منها نوع Linear dimensions. وعند الضغط على هذا السهم الصغير نلاحظ قائمة بها الأنواع المختلفة لل dimensions. مثل aligned و angular و arc length و radius و diameter و log line و ordinate. يستخدم linear dimensions للرسم dimensions في اتجاه أفقي أو رأسي، وذاك باختيار النقطة الأولى على الخط ثم النقطة الثانية ثم السحب للخارج، فنلاحظ رسم ال dimensions والبيانات مكتوبة عليه. أما الأمر a line يشبه الأمر linear dimensions ولكنه يكون موازيا للخط، فهذا الخط المائل نرسم عليه aligned dimensions فنلاحظ أنه موازي له. أما الأمر arc length فيتم استخدامه مع شكل القوس لتحديد طول القوس، فنختار القوس ثم نضغط enter ثم نسحب للخارج. أما الأمر ordinate فيستخدم لتحديد قيم الإحداثيات x و y عند أي نقطة. الأمر radius يستخدم لتحديد قيمة نصف قطر الدائرة أو القوس. يستخدم الأمر jogged عندما يقع منتصف الدائرة أو القوس خارج صفحة التصميم، وبالتالي لو استخدمت الطرق العادية في عرض dimension لن يتم عرضه في المكان الصحيح. منطقة الأصل لل dimensions من الممكن وضعها في مكان ملائم يسمى center location override. فمثلا هذه الدائرة عند رسم jogged لها لا يخرج ال dimension عن مساحة الدائرة. أما الأمر diameter فيستخدم لعرض قطر الدائرة أو الأقواس، فنختار الدائرة وتحدد موقع ال dimension. أما الأمر angular يحدد قيمة زاوية بين خطين، فنختار الخط الأول ثم الخط الثاني ونحدد مكان dimension. ولفهم الأمر quick dimension فنحدد هذا الشكل خماسي الأضلاع، فنلاحظ أنه قد تم عرض طول جميع أضلاعه مرة واحدة باستخدام quick dimensions ولن نحتاج لإدخال ال dimension لكل ضلع على حدة. أما الأمر baseline يجب أن نبدأ أولا برسم linear dimension ويستخدم الأمر baseline في رسم سلسلة من ال dimensions من نقطة انطلاق واحدة. أما الأمر continue يستخدم لإضافة مجموعة من dimensions فنرسم أولا dimension باستخدام النوع linear ثم نكمل بقية البيانات باستخدام الأمر continue.